نحن اليوم هنسعي في الدجاج، هنقول المقادير مع بعض. عنا دجاج حطيتهم أنا بالأساس، هلأ عم ينسلقوا، هلأ بنقول شو بهرنا هون وشو حطينا لهم المعطرات. عنا ورق غار، عنا هيل، عنا فلفل أبيض، عنا عيدان قرفة، عنا بصلة، وعنا ملح. هدول نحن لتبهير لتعطير الدجاج. انا سلقتهم، قشيت الزفره تبعهم، وهلا ليكون عم ينسلقوا على الهدا شوي شوي، وممكن كمان نضيف لهم نحن قطعه جزر كمان لسحب الزنخه اكثر. عندنا طبعا بنقول بنكمل المقادير، عندنا خبز مقطع بنقليه، وعندنا ثوم، عندنا طحينه، عندنا مكسرات، عندنا بقدونس، عندنا زيت نباتي هلا مش عم نستوي الرز، وعندنا سمنة، وممكن نضيف اختياري هاي الحمص الحب المسلوق، وعندنا لبن، ومثل ما قلنا عندنا رز حوالي كاستين رز، وممكن نضيف شوية حامض اللي بيحب الحامض شوي. خلينا نبلش أول شيء بمساواة الرز، نطبقه مشان لبين ما يستوي. هنبلش أول شيء بالزيت النباتي، هنحط الرز، طبعا الرز مغسول ومنقوع، هلا فتة الدجاج حنحط فيها رز، وحنحط فيها مثل ما قلنا الخبز المقلي، وممكن على هوا رغبة ست البيت ما تضيف الرز، ممكن تساويها بس خبز على هوا شو بترغب هي. طبعا هلا حنحط الملح مع الرز، طبعا مثل ما اقول دائما الملح على هوا رغبه ست البيت، بس لازم نحط لو شوي صغيره ملح لابراز النكهه، لانه هو معزز نكهه. هلا بدنا نحط له المي، شكل هاد. ومنغطيه ومنتركه ليغلي، بس ليغلي بعد 3 دقائق تقريبا، وبعدين بنكمل بنحطه على نار هادية. هلأ بالنسبة للخبز، حنبلش نقلي الخبز مع بعض، حنحطه على دفعات الخبز. الخبز ما بده كتير وقت بالقلي، هلا لبين ما كمان نقلي الخبز خلينا نجهز اللبن اللي عنا، حنحطه الصوص، صوص اللبن. هلا نحن صوص اللبن هذا عنا اياه حوالي تقريبا شي كيلو لبن، حنحط له الثوم، حنحط له طحينه، طبعا الطحينه على هوا رغبه ست البيت، في ستات بيوت ما بيحبوا كثير الطحينه او بيتضايقوا منها، والملح. هلا مثل ما قلنا هدول البهارات حنستخدمناهم لتعطير الدجاج. انا مستخدمتهم من الاول، بس هلا حطيتهم مره ثانيه كرمال بس تشوفون شو هن. هلا الخبز عم ينقلى، واللبن صار الصوص جاهز عنا. طبعا نحن بالنسبة للزينة حنستخدم البقدونس، حنزين بالبقدونس والمكسرات والسمنة. هلا صار اللبن عنا جاهز هيك، اتخلط مع الثوم والملح والطحينة. هلا الدجاج كمان تقريبا صار جاهز، بس خليه شوي كمان على نار هادية بيطلع أسكى وأطيب، لأنه حنستخدم نحن كمان مرقة الدجاج فيها الأكلة. هلا الخبز بلش يتحمص، هلا ممكن نحن نحط للحمض، ممكن نحطه للبن، أنا بحبه شوي اللبن، حط للبن بحط له شوية حمض، بيعطي نكهة حامضة طيبة. هلا مثل ما قلنا نحن بس عم نساوي الخبز،
طبعا احنا هلا حنشوف بالفقره الثانيه شلون حنقدم مع بعض. هلا هيك الخبز تقريبا انقلى، انا مجهز هي لحط الخبز فيها. هلا هي اول وجبه تقريبا من الخبز، حنشوف نحن طبعا شلون حنساويها كلياتها. هلا الخبز هيك تحمص تمر انقلى. هلا هيك هلا اول وجبه بدنا نكمل نحن طبعا قلي باقي وجبه الخبز كلياتها، وبنشوف طبعا شلون حنطبق الفته سوا مع بعض، طريقه تطبيقها مع بعض بالفقره الثانيه. نحن هلا تقريبا خلصنا الرز صار جاهز، وطلعت الدجاج من المرقه مشان بعد ما استوى. حنبلش هلا نشوف شلون حنساويها الاكله مع بعض. اوكي. هلا انا بعد ما قليت الخبز هي النتيجه النهائيه تقريبا. هلا حنبلش نقطع شوي الدجاج، خليه قطع صغيره نوعا ما. هلا هيك تقريبا عم نقطع الدجاج. طبعا فيها استخدم ست البيت الدجاج ان كان صدر ولا ورك ولا اي قطعه ممكن تحبها هي ممكن تستخدمها. هلا نحن استخدمنا تقريبا مشكل بين الصدر والورك. هلا هدول تقريبا مبدئيا كافيين. هلا بالنسبه ل حنحط اول شيء الرز. حنحاول نوزع الرز تقريبا فوق الخبز كلياته. انا بالرز ساويته له حطيت له كمان معطرات، حطيت له هيل وورق غار وحطيت له قرفه ورشه فلفل ابيض، بيعطيها نكهه طيبه ومميزه للرز. هلا نحن هون عم نسوي تقريبا الطريقه التقليديه تبع اي فته. هلا بهالشكل هاد. هلا هيك الرز تقريبا بكفي. حنحط مثل ما قلنا الحمص نحن اختياري. طبعا انا مفتره وحطيته بالميكرويف شوي، صار الحمص تقريبا فاتر. حاول انوزعه قدر الامكان بالشكل هاد. هلا بنحاول نحط الدجاج على الوش. بعدين بنحط اللبن فوق منه. طبعا هلا انت وقت بتحطوا اللبن، اللبن بيتشرب الرز، بيتشرب اللبن والحمص كلياته، هدول بيتشربوا اللبن كلياته. هلا ممكن نستخدم هاي. هلا هيك تقريبا جاهزة. طبعا نحن بنشوف طريقة التزيين بالأخير من آخر البرنامج، بنشوف طريقة التزيين تبعها. هنزينها بالبقدونس والمكسرات وشوية طحينة.
نحن ساوينا مثل ما شفتوا بالفقرة اللي قبلها، حطينا الفتة الكليات ساويناها وزيناها بهالشكل هاد، وحطيت طريقة تقديم تانية. ممكن حطينا نحط الخبز ونحط الرز والحمص فوق منه واللبن، ونحط الدجاج فوق على الوش، ونزينها بالمكسرات والبقدونس والسمنة. والصحة وهنا.